على بركة الله ننطلق في هذا الصباح من نادي أبناء الثورة العربية الكبرى وبالتعاون مع الجامعة الأردنية لتنفيذ هذا المعسكر، معسكر الشهيد جدو، وتحية إلى جيشنا العربي. وبرنامج هذا المعسكر يأتي ضمن خطط نادي أبناء الثورة العربية الكبرى في تعزيز الثقافة الوطنية، واختير عنوان المعسكر معسكر الشهيد جدوع تكريما لهذا الشهيد عريف جدوع سالم السعيديين الذي استشهد في حرب 73 إلى جانب جيوش الأمة العربية التي قاتلت في تلك الفترة في الجولان السورية. ويأتي ذلك انطلاقا من دور المملكة الأردنية الهاشمية العروبي والقومي في خدمة قضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية. وسنزور خلال هذه الرحلة بيت الشهيد جدوع في بلدة وادي عربة، يعني احنا في هاي المنطقة البحر الميت، نعرف تاريخيا البحر شو قصته الدينية، شو ارتباطه بقصة النبي لوط عليه السلام. ومعروف البحر الميت يعني بنخفض حوالي 400 متر عن سطح البحر، وأقصى عمق له أيضا 400 متر تقريبا، أقصى عمق له 400 متر، وكثافة الملوحة فيه هي تقريبا 9 أضعاف كثافة أي بحر ثاني. والبحر الميت هذا اللي حاولوا كثير ناس يعملوا اكتشافات عليه، حتى كان في عام 2015 آخر اكتشاف كان أنهم لقوا واحدة من القرى اللي كانت موجودة في هنا اللي اسمها القرى المؤتفكات، اللي هي سامها الله العذاب. والقرى المؤتفكات هي كانت اسمها سدوم وعمورة وصبيم أيضا وصفوراء. وفي هذا المكان أيضا إذا إحنا بنطلع على التمثال الموجود هناك، هذا الشكل هو شكل صخري اللي هو بنسموه تمثال امرأة لوط، أو بسموه الصربوط أو صربوط امرأة لوط. الواقع اعتادوا الناس أنهم يقولوا عنه بهالكلام هذا، لكن هذه خرافة، خرافة. تشكيل صخري بأي لحظة راح يروح ويقع. امرأة لوط اسمها هليف ساع، هي لما الله سامهم العذاب أمرهم الله أن يتجهوا نحو الغرب، راحوا باتجاه الغرب، وكان التنبيه للوط أنه لا أحد أن ينظر منكم إلى الخلف. امرأة لوط كانت غير صالحة، هي الوحيدة اللي نظرت الخلف وتحولت إلى جلمود ملح، وهذا حصل في المنطقة الغربية وليس هنا بهذا المكان. لذلك لا علاقة لهذا المكان في اسم امرأة لوط، بس شبهوا بهذا التشبيه وصار هذا الاسم دارج، وهو يعني من الأخطاء التاريخية الشائعة. هنا أهل في هذا البلد اللي احنا فيها في بلدة الريشة، هذه البلدة اللي بنزورها اليوم حتى نتشرف بلقاء هذه الوجوه الطيبة ونسلم على بلد الشهيد جدوع اللي احنا آثرنا نسمي معسكرنا كله اللي بننفذه على مدى 3 أيام بالتعاون مع الجيش العربي ووزارة الشباب ومجلس مفوضية البتراء والقوات المسلحة الأردنية، أثرنا نسمي بهذا الاسم حتى نحيي من خلال الشهيد جدوع السعيديين، نحيي كل شهداء الجيش العربي الأردني. توجه بتحية كبار واعتزاز إلى الشهيد جدوع ورفاقه
واحنا حضرنا لوحه تذكاريه موجوده هذه الامامكم. اللوحه حطيناها باسم الشهيد جدوع، وحطينا فيها اسماء 23 شهيد واستشهدوا مع الشهيد جدوع في الجولان السوريه في عام 1973 في المعارك اللي استمرت من 16/10/73 ل 19/10/73. فهي المعارك هؤلاء 23 شهيد يمثلون مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم باسمكم احنا جايين نسلم على بنتي الشهيد وعلى أخت الشهيد، وكلنا سنكون مشروع وطن، لأن وطننا أسس على النهضة العربية. هذه النهضة اللي عنوانها هي وحدة الأمة ورفعة الأمة وقوامها نحن. الشهداء تعلمون جميعا بأنهم في أعلى مراتب الجنة مع النبيين والصديقين، وهم الشهداء في عليين. لذلك كما تفضل الدكتور، احنا بنقول مش كل عسكري، الدكتور بيقول لك كل عسكري انه مشروع شهيد. احنا كل مواطن اردني من كلا الجنسين مشروع شهيد. اعلمكم جميعا بان هذه المنطقة استشهد منها 32 شهيد مدني. انا بقول كل الشكر لنادي الثورة العربية الكبرى ولأبنائنا طلبة الجامعات الأعضاء في هذا النادي التي يستحق أن يسمى بهذا الاسم. أنا ابنة الشهيد جدوع سليم، سعيديين باسمي وباسم أختي وباسم كل أبناء وادي عرب السعيديين. نرحب بنادي الثورة العربية وكل الموجودين اللي شاركوا اليوم في تكريم والدي الشهيد جدوع سليم سعيدين. أنا أفتخر بأنه هذا والدي، وأفتخر أنه استشهد من أجل الوطن.